أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يا فضيلة الشيخ صالح، يقول: أسأل عن حكم الذبح للقبور وللبيوت خوفا من الجن، والذبح عند شراء السيارة أو السيارات ونقوم بتلطيفها بالدم. كل هذه أمور شركية. الذبح للجن أمر شركي لأنه ذبح لغير الله، وفي السنة لعن الله من ذبح لغير الله، والله جل وعلا يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر. ويقول جل وعلا: فصلي لربك وانحر. النسك والنحر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ذبح للجن أو للشياطين اتقاء شرهم أو رجاء أن ينفعوه، هذا هو الشرك الأكبر، مخرج من الملة، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وكذلك الذبح في البيت خوفا من الجن، هذا أيضا من الشرك بالله عز وجل. كذلك الذبح عند شراء السيارة، تلطيف السيارة بها خوفا من العين أو من الجن، كل هذا شرك بالله عز وجل. فلا تجوز هذه الأعمال لأنها عبادة لغير الله عز وجل، وشرك بالله عز وجل. نعم.